السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية. الله يعافيك مهندس. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ طيب، الله يسعدك. هسه اليوم بنكمل احنا نخلص شابتر أربعة يعني. إن شاء الله. خلينا مرة ثانية، احنا قلنا هسه في عندنا الكاليبريشن. قلنا شو هو الكاليبريشن مقصود فيه؟ في عندنا هنا ديفايس، هاي ديفايس بتقيس الكونسنتريشن، بس ما بتقيسه از كونسنتريشن، بتقيسه از كونكتيفيتي. تمام؟ واضح ولا لا؟ يعني بتعطيك ارقام، تحكي لك 4 6 8 10 الكونكتيفيتي، بس انت بهمك في المصنع انك ايش؟ شو بهمك؟ بهمك تقيس الكونسنتريشن مش الكونكتيفيتي. واضح ولا لا؟ الو؟ تمام. هسه انت بتحط هذا الجهاز، بتحط فيه 1 جرام ان اي سي ال تركيز. ال 1 جرام ان اي سي ال تركيز قاس لي 0.3 كونكتيفيتي. 2 جرام هاي الفاليو بتيجي من الشركه الصانعه، يعني اللي صنعت الجهاز هذا. اوكي، هاي الشركه شو بتعمل؟ بتعطيك مع الجهاز 4 تراكيز بسموها ستاندرد سوليوشن. تمام؟ يعني انت عارف تركيزها 4، الاربعه شو قابل؟ قابل 1.8، الثلاثه قابل 1.2 كونكتيفيتي، اثنين قابل 0.7، الواحد قابل 0.3. فبترسم هنا عندك اللي هو الكونكتيفيتي فيرسس كونسنتريشن. عند كونسنتريشن واحد هاي الكونكتيفيتي، عند كونسنتريشن اثنين هاي الكونكتيفيتي، كونسنتريشن ثلاثه، كونسنتريشن اربعه. رسمت الخط هذا، واضح ولا لا؟ الو؟ تمام. هسا لو جبت الجهاز وحطيته في سوليوشن طلع معك الكونكتيفيتي 1.5، تيجي على الخط هذا 1.5 وبتقرا ايش؟ الكونسنتريشن. واضح ولا لا؟ شفتوها ولا لا؟ اذا تيجي على 1.5 بتحط كيرف وبتنزل. واضح ولا لا؟ واضح. لاحظ انت الكونكتيفيتي كانت بين، الكونكتيفيتي كانت بين البوند 3 والبوند 0.8. فرضا الجهاز قاس لك كوندكتيفيتي 3.3، شو اعمل بهالحاله هاي؟ انا عندي القياسات بس لحديت هنا، بعمل اكسترابوليشن، بكمل الخط هذا. فهمت علي؟ انت بكمله تكمله، بسموه اكسترابوليشن. الخط بكمله على نفس السلوب، واضح ولا لا؟ بعدين عندي 3.3 بطلع خط، باجي هنا بيطلع عندي 6.75. إذا كان الكونكتيفيتي عندي 3.3، هذا معناته إنه الكونسنتريشن تبع السوليوشن 6.75. واضح ولا لا؟ إذا كان الكونسنتريشن جاي ضمن الرينج، هذا بسموه انتربوليشن، لأنه عندك الكيرف هذا الدوت اللي هو الداشت لاين، هذا اللي جاي من النقاط اللي عندي الكاليبريشن كيرف. اي نقطة between the dashed line بسميها interpolation. اذا التركيز كان، اذا التركيز كان واحد مثلا 0.75، باجي على 0.75، عفوا الكونكتيفيتي 0.75، بطلع من الخط، بنزل هنا بعرف شو هو الكونسنتريشن. لكن اذا كانت الكونكتيفيتي برا الرينج، بهاي الحالة بعمل اسمه بسموه extrapolation. يعني الخط هذا بعمل له اكسترابوليشن على نفس السلوب، بعدين عند اكس، عند اذا كانت قراءات الكونكتيفيتي 3.3 بطلع من عندي 3.3 خط مستقيم، بنزل من هذا بطلع عندي 6.75. اذا في المصنع انا اذا انا قست الكونكتيفيتي وطلعت معي 3.3، هذا معناته تركيز ال ان اي سي ال تساوي 6.75. واضح ولا مش واضح؟ الو؟ واضح؟ واضح. تمام. هسه بنيجي على ايش بسموه الانتربوليشن. الانتربوليشن شو معناتها؟ يعني اقول لك شغله زي هاي الداتا شايفينها. لو انا قلت لك اذا كانت الكونكتيفيتي تساوي 0.5، كم الكونسنتريشن؟ يا انك بتروح على الكيرف عند 0.5 وبتطلع. واضح ولا لا؟ فاهمين شو فاهمين؟ الو؟ او بدال اذا كان الموضوع عندك انتربوليشن، بدك تطلع الكونسنتريشن عند اكس ايكوال 0.5. ال 0.5 وين تيجي؟ هان. فشو بتعمل هسه انت؟ مشان اسهل عليكم، شو بتعمل؟ بدل ما ترسم خط وتعمل انتربوليشن، تطلع شو بدي اعمل. كل معي؟
انا بدي اطلع الكونسنتريشن عند اكس شو تساوي؟ عند كونسنتريشن شو تساوي؟ يلا 0.5 اكزاكت. شو بتقول؟ بتقول هاي 0.7 شو بيقابلها؟ 2 صح ولا لا؟ بالضبط. بعدين ال 1.2 شو بيقابلها؟ 3 صح؟ انت شو بدك؟ 0.5 بدك 0.5 تمام؟ ال 0.5 شو بيقابلها؟ اكس مجهول مظبوط؟ شو بتعمل؟ الكل معي يلا بديش انا تحفظوا علاقات خلاص طبقوا عليها طلعوا 0.7 ناقص 0.5 ماشي؟ معي انت ولا لا؟ تمام تقسيم شوي بس معلش شوي بس خلينا بس معلش هلا معلش هذا بس نروح على الورد احسن حملونا شوي عشان تطلع عليكم اسهل هاي الداتا صح ولا لا ماشي اذا انا بدي عند 0.5 بقول 0.7 وايش انا 1.2 اوكي ولا لا تمام واضح ال 0.7 شو بقابلها 2 وال 1.2 شو بقابله انا بدي عند كونداتيفيتي 0.5 كم الكونسنتريشن بسميها ايش مجهول اكس صح ولا لا تمام باقي شو بقول هسه يلا معايا ولا لا هيا نعمل الايكويشن اللي ترى احسن عشان تفهموا طلع شو بدي اعمل 0.7 ناقص 0.5 تقسيم واضح ولا لا 0.7 ناقص 1.2 يساوي معي انت ولا لا شباب معك هاي يساوي طلع يلا شو يساوي 2 ناقص اكس على 2 ناقص 3 واضح اذا 0.7 ناقص 0.5 تقسيم 0.7 ناقص 1.2 يساوي 2 ناقص اكس تقسيم 2 ناقص 3 وضحت ولا لا تمام هسه 0.7 ناقص 0.5 0.2 صح ولا لا 0.2 تقسيم 0.2 تقسيم ايوه 0.7 ناقص 1.2 بيطلع عندك ناقص 0.4 اللي هي 7.7 ناقص 0.5 على 0.7 ناقص 1.2 ناقص 0.4 شو تساوي 2 ناقص اكس مزبوط ولا لا تقسيم ايش سالب 1 مزبوط 2 ناقص 3 شو تساوي سالب 1 2 ناقص اكس على سالب 1 شو بتصير اكس ناقص 2 صح ولا لا تمام اذا اكس شو تساوي يلا 2 ناقص وشو تساوي كم 1.6 اكزاكتلي اذا اكس ايكوال 1.6 شو معناتها لاحظ انت هسه لاحظ إذا كانت كونتفتي يساوي 0.5 التركيز شو يساوي 1.6 وصلت ولا لا واضح هذا هو الانتربوليشن بسموها 2 بوينت انتربوليشن بديش تحفظ علاقات تعرف تطبق خلاص بدك لو كانت هاي مجهولة نفس الشيء هاي واي وهاي مثلا معروفة نفس الشيء 0.7 ناقص 0.5 تقسيم 0.7 ناقص 1.2 يساوي 2 ماينس اكس تقسيم 2 ماينس 3 مين عنده سؤال
اذا عندك 2 بوينت انتربوليشن بهاي الطريقه انت ايش بتطلعها، وهي تري عليها شايفينها، هي نفسها نفس احنا نفسه. بلاش بديش تعمل علاقات، طبق خير علاقات. هيا نشوف اكزامبل، هاي اكزامبل مثلا عندك الفاريبل اف والتايم تي. انا اذا كانت تي 1.3 شو اف تساوي؟ يلا حدا بيعرف؟ يلا يلا شو بتعمل هسه عند واحد؟ شو هنا واحد صح ولا لا؟ مزبوط. بعدين عند أربعة شو هن شو يساوي؟ 2 صح. انا شو بدي؟ بدي واي اذا كانت تي شو تساوي؟ يلا انا بدي اف مزبوط وبأثرش يعني. اذا كانت قديش تي تساوي؟ يلا قديش تي 1.3. شو الحل؟ يلا شو الحل؟ يلا يا شباب واحد ناقص، نعم واحد ناقص أربعة الحل. شو عندك هسه؟ واحد ناقص اف على واحد ناقص أربعة شو يساوي؟ يلا شو يساوي؟ يلا واحد ناقص 1.3 على واحد ناقص 1.3 تقسيم واحد ناقص 2. أعيد ولا ما عيدش؟ أوكي؟ بصير عندك انت 1 ناقص 1.3 ماينس 0.3 صح ولا لا؟ مضبوط. ناقص 0.3 تقسيم ناقص 1 يساوي ضرب ايش؟ 1 ناقص 4 ماينس 3 يساوي ناقص 0.9. اوكي اذا بيطلع عندك اف تساوي 1 زائد 0.9 حلها، بيطلع عندك اف تساوي 1.9. واضح ولا لا؟ عند التايم يساوي 1.3 اف تساوي 1.9. ونفس الشيء بدك تطلع تي عند اف تساوي 5، كيف بتطلعها؟ نفس الشيء صح ولا لا؟ هذا 4 وهذا 2 صح ولا لا؟ هذا 8 وهذا ايش؟ 3. عند اف تساوي 5 شو تي تساوي؟ يلا شو تي تساوي؟ يلا شو بتعمل؟ يلا الو 4-5 exactly على 4-8. ايوه 4-5 على 4-8 equal 2-t equal ايوه 2-t على 2-3 ايوه 2-3 وبتحلها. تمام. 4 ناقص 5 سالب 1، 4 ناقص 8 سالب 4، سالب 1 تقسيم سالب 4 0.25، ضرب ناقص 1 يساوي ناقص 0.25. تمام بصير عندك 2.25، تطلع عندك تي شو تساوي؟ تي تطلع تساوي 2.25. عند اف تساوي 5 تي تساوي ايش؟ مين عنده سؤال؟ الو شباب الو يا دكتور معك ما توقع هذا المشان واضح ولا لا الانتربوليشن؟ ان شاء الله واضح دكتور واضح. هسه هاي هسه عندك فيتنج ستريت لاين فيتنج. شو يعني فيتنج؟ يلا اول شو معنى فيتنج؟ حدا يعرف شو يعني فيتنج؟ كل يعرف شو معنى فيتنج؟ يلا شو معنى فيتنج؟ الو يا بنات شباب حدا بيعرف شو معنى فيتنج؟ لا دكتور. يا شباب بنات حدا بيعرف؟ طيب اللي انتوا بعرفوش معي انتوا معك 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 فيتنج معناتها بالعربي مشان تفهمها، عندي داتا زي الداتا اللي تشوفوها حاليا اكس وواي، اكس 1 واي 1 اكس 4 واي 2 صح، اكس 8 واي 3 اكس 10 واي 4 وضحت ولا لا؟ الفيتنج معناته انه في عندي نقاط داتا، هاي الداتا بدي احولها الى معادله. وضحت ولا لا؟ تمام. هلا بدي احولها الى معادله، هاي المعادله
ممكن تكون معادلة linear equation، صح ولا لا؟ ممكن تكون ايش؟ second order equation quadratic، ممكن تكون ايش؟ cubic equation، ممكن تكون ايش؟ sine cosine، مظبوط ولا لا؟ exactly. احنا في هذا الكورس بدنا بس احنا ندرس linear fitting. الفيتنج ممكن يكون second order fitting، third order fitting، بغض النظر. احنا في الكورس هذا بهمنا ندرس linear fitting. اول شيء linear equation بشكل عام شو تساوي؟ بشكل عام شو تساوي؟ يلا y تساوي ax زائد b، صح ولا لا؟ بالضبط، مظبوط. in general اي معادلة خطية الجنرال form تبعها y equal ax بلس بي، بحيث شو هو ايه؟ السلوب، مظبوط. وشو بي؟ وبي شو هو؟ انترسكشن. انترسبت وانس ايكوال وان ايكوال ايكوال زيرو وان اكس ايكوال زيرو بتطلع واي، صح ولا لا؟ هذا هو الانترسبت، بس يكون عندك اكس شو تساوي؟ زيرو، صح ولا لا؟ يعني هذا الانترسبت تبعت هين، هذا صح ولا لا؟ مش هذا؟ طيب هسا هاي الداتا x و y طلب منك قربها لمعادلة خطية linear equation، انترسبتها صح ولا لا؟ هاي طلع رسمتها، هاي عندك واحد واحد، هاي اثنين، هاي عندك انت عفوا x واحد بعدين x اربعة اثنين، هاي هو عاكسها على فكرة، معكوسة ثمانية هو عاكسها، على كل حال واضح ولا لا؟ هو عاكسها، حاط ال x y وال y x، فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو عكس، مش مشكلة. هسه بشكل عام اتفقنا شو هي ايه تساوي؟ تمام؟ شو بتعمل؟ بتاخذ اي نقطتين بكيرف بتطلع السلوب، اي نقطتين انت حر. شو تعريف السلوب؟ y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 بشكل عام، صح؟ معي انت ولا لا؟ الو؟ معك دكتور، معك. الانترسبت شو هذا الانترسبت؟ قلنا الانترسبت بصير عند x شو تساوي؟ زيرو، صح ولا لا؟ فهنا y1 شو تساوي؟ يلا حط x تساوي زيرو، هنا y تساوي ايش؟ b شو تساوي؟ b، يلا b شو تساوي؟ يلا y1 ناقص ax1، صح؟ او y2 ناقص ax2، اللي بدك اياه، واضح ولا لا؟ ايه هنا يلا b شو تساوي؟ يلا من هالمعادلة b شو تساوي؟ اذا عوضت y1 و x1 شو بصير b؟ y1 ناقص a في x1، او b شو تساوي؟ y2 ناقص a في x2، واضح ولا لا؟ طيب ناخذ اكزامبل، يلا هاي الاكزامبل، طلعوا الاكزامبل هاي حلو. يلا الاكزامبل بحكي لك الفوليوم فلوريت بالليتر بير مينت، تمام، مع الار الروتاميتر ريدنج، معي انت ولا لا؟ فلوميتر هذا بقيس ارقام، الكاليبريشن جيرف بقول لك اذا كانت الروتاميتر قراءته 10 الفلوريت 20، اذا قراءته 30 روتاميتر الفلوريت 52.1 لتر بير مينت، واذا كانت قراءته 90 شنو يكون الفوليوم فلوريت؟ 151. السؤال اللي طالب منك find v of r، شو يعني v of r؟ يعني v of r افهمني معناتها v تساوي a r زائد b بدون معادلة، y تساوي a x زائد b، صح ولا لا؟ مظبوط. وبعد ما انت تطلع المعادلة طلع لي عند r 36 شو بتكون قيمة ايش؟ ال v volume flow rate. طبعا هنا مشان تطلع الفوليوم فلو ريت عند 36 ممكن نطلعها باول طريقه، شو هي؟ التو بوينت لينير فيتنج، صح ولا لا؟ مش هسه اخذناها؟ خلينا نرجع نحل عند 36، نحل على اساس تو بوينت فيتنج، وين بتكون عند 36؟ يلا شو بتصير؟ انت 2.1 مظبوط ناقص في مجهولة، مظبوط ولا لا؟ تمام. عيدكم، خلينا ننسى السؤال هسا، خلينا نطلع
عند R تساوي 36 أنا شو قيمة الفوليوم فلو ريت عن طريق الإيش اللي هسه أخذناه إحنا اللي هو الانترفيدينج مظبوط متذكرين ولا لا؟ طيب أنا خلينا نشوف كيف نحله تمام؟ يلا عمل لي إياها يلا عن 36 شو بتصير؟ 52.1 ناقص V صح ولا لا؟ تقسيم ايش؟ ايوه 52 ناقص 84.6 شو تساوي يلا؟ 30 ناقص 36 صح ولا لا؟ تقسيم 30 ناقص 50 مظبوط؟ مظبوط استخدمناها يطلع الحل هسه 30 ناقص 36 يساوي ماينس 6 تقسيم ايش؟ ماينس 20 صح ولا لا؟ يساوي ضرب 52.1 ماينس 84.6 يساوي تمام؟ اذا بتطلع عندك سالب الانسر بلس 52.1 بيطلع عندك الفي يلا بيطلع الجواب عندكم الفي عند ار 30 61.85 خلاص ولا لا؟ اذا باللينير انتربوليشن طلع معايا الفوليوم فلو ريت اذا كان قراءه روتاميتر 36 شو بيطلع 61.85 ايش وحدتها شو اليونت تبعتها متر بير مينيت اكزاكتلي واضح لحد هسه ولا لا انت بتطلع الفوليوم فلو ريت عند ار ايكوال 36 يوزنج 2 بوينت لينير انتربوليشن هسه بدي اعمل فيتنج انا شو يعني فيتنج؟ معناتها بدي احول القراءات الفوليوم والار الى الى معادله، هاي المعادله شو صيغتها؟ في شو تساوي؟ اي ار بلس بي واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ لا واضح ولا لا بنات؟ الو واضح دكتور واضح طيب هسه اذا هاي المعادله في شو تساوي؟ شو تساوي؟ اي ار زائد بي خذ اي نقطتين حاب تاخذ اي نقطتين هاي الداتا انت حاب تاخذ اي نقطتين خذ عندك 10 مع 20 اي نقطتين شو كمان اخذت 60 مع 101 بالنص اللي بدك اياه 60 منين جاب هاي مع الانتربوليشن حاب تاخذ 70 مع 118 انت حر انت حر اخذت انا بحب بالنسبه لي اخذ 10 مع 20 و 90 مع 51 يلا حل لي اياه شو بيطلع الحل يلا اول شيء السلوب ايش يساوي؟ يلا شو يساوي؟ يلا شو يساوي السلوب؟ y2 ناقص y1 90 y2 عفوا اللي هي 151 ناقص 20 تقسيم ايش؟ يلا 90 ناقص 10 90 ناقص 10 شو يطلع يساوي الجواب؟ يلا طلعوا لي اياه شو بيطلع يساوي؟ 151 ناقص 20 يساوي تقسيم 80 شو يساوي 1.64 اتس اوكي صح اي اي بي شو تساوي يلا بي شو تساوي يلا شو تساوي واي 1 بلس اي اكس 1 هذا هاي نقطه 20 ناقص ايش 1.64 ايوه 1.64 اللي هي في ايش؟ 10 واضح ولا لا؟ شك خدناها ولا لا؟ هي القانون مضبوط؟ بس 20 ناقص 16.4 بيطلع معك 3.6 اذا حاب تطلع بيه من النقطة الأولى شو بتصير؟ يلا 151 ناقص 1.64 ضرب ايش؟ صح ولا لا؟ 90 مضبوط؟ نشوف يطلع السجاوب لك ولا لا؟ ناقص 1.64 ضرب 90 بيطلع معك 3.4 اتس اوكي ما هي تقليد ما عندك مشكله سواء 3.4 ولا 3.6 نفس الشيء ما اثرش تمام هسه خلينا ناخذ بي واحده منهن ما اثرش شو بيطلع عندك هسه في شو تساوي يلا شو في يلا شو تساوي في زائد 1.64 زائد ايش الله مضبوط بالضبط
في عند 36 شو تساوي؟ عند R تساوي 36 1.64 ضرب 36 مضبوط. شوف شو بطلع 1.64 ضرب 36 يساوي plus 3.6 يساوي 62.64. لاحظ very close صح ولا لا؟ شفتوا ولا لا هنا؟ لاحظ very close. هذا كيف حله؟ كم طلع هو؟ أنا 62 وشو طلع هو؟ 62.1. وضحت ولا لا؟ شو طلع بي؟ 3.8. أنا شو طلع بي أنا؟ 3.6. يعني بلس ماينس ما عندك مشكلة، بلس ماينس. شايف الحل ولا لا؟ الحل طلع معي أنا 62.4 بالإنتربوليشن 61.85. هو اختار الخطة غير عن الخطة اللي اخترتها، طلع معه 62.1. الفرق بينه وبينه قليل، شايفينه 62.64 و 62.1 ما عندنا مشكلة. وضحت ولا لا؟ في عندي سؤال طيب، لكن لاحظ الليدر انتربوليشن اقل دقه من الفيتنج. الفيتنج احسن. فهمتوا شو معنى فيتنج؟ فيتنج معناتها انه بحول الداتا الى ليدر ايكويشن، بسموه ليدر فيتنج. مين عنده سؤال يا بنات شباب؟ الرجاء اللي بده يسال يسال. هل عنده سؤال؟ الو بنات شباب بنات. لا دكتور تمام. هسا عندك نون لينير فيتنج، معادله بدي اخليها هي نون لينير، بدي اخليها لينير. شو بتعمل يعني بهانا؟ طلع شو بعمل؟ بعمل بلوك لا واي مع اكس تربيع، مش مع اكس، لانه مع اكس مش لينير، لانه اكس تربيع نفسها بتصير كانها ايه زد. يعني افرجيكم عشان تفهموا اكثر. يعني بفرض انه اكس تربيع طلع علي تساوي تي مثلا، يلا صح ولا لا؟ بتصير عندك واي شو تساوي؟ يلا واي شو تساوي؟ يلا ايه تي بلس بي اكزاكتلي. فرجعتها، اذا عملت بلوت بين واي وبين اكس تربيع مش اكس، بهاي الحاله السكند اوردر صارت انا ايش؟ لينير. وضحت ولا لا؟ طيب سؤال، الواي تساوي 1 ايه ضرب ساين اكس زائد بي. نفرض انه الساين اكس شو تساوي؟ تي اكس راح تي مضبوط. شو بتصير عندك؟ بتصير واي تساوي اي تي زائد بي. برسم علاقه بين واي وتي، الواي شو هي؟ ساين اكس. فشو بعمل؟ مش القيم عندي واي واكس مضبوط ولا لا؟ بعمل واي وبين ساين الاكس، هنا بعمل بلوت بين واي وبين اكس تربيع. وضحت ولا لا؟ تمام تمام. هنا ناخذ طلعوا، هاي عندك اكس وواي. لو ترسم واي فيرسس اكس طلع عليها، كل طلع عليها، انسى هذا العمود رقم 3، هذا ارسم لي اياه. واي واكس ارسم لي اياهم. واي اكس 1 لحد 8 شو واي؟ طلع لي هيك. سؤال، هذا بلوت كويس ولا مش كويس الاولاني؟ كويس. لا مش كويس، طلع عليه. لاحظ اللينير لاين ما بمر بالنقاط كلياتها، صح؟ طيب ربع اكس وارسم واي مع اكس تربيع. واي مع اكس تربيع شو اعطاني؟ خط احسن. اذا انا العلاقه اللي عندي شو هي احسن؟ اللي واي تساوي ايش؟ اي اكس تربيع زائد بي. وضحت ولا لا؟ تمام. طيب اكزامبل ثاني، كيف بدي اعمل لينير بين واي تساوي اكس تربيع زائد بي؟ بلوت واي مع ايش؟ يلا مع ايش؟ مع اكس تربيع. طيب اذا كان واي تربيع تساوي اي على اكس زائد بي، شو بتعمل؟ بلوت واي تربيع مع مين؟ مع واحد على اكس، صح؟ واحد على اكس. افرجيكم كيف. تفرض واي تربيع تساوي زد، واحد تقسيم اكس تساوي تي، كان هيك صح؟ بصير عندك زد شو تساوي؟ اي T
تي زائد بي لينير تي بلس بي صح ولا لا؟ فاذا اعطاك قيم اكس وقيم واي شو بتعمل؟ بتربع واي وبتاخذ ريسيبروكال اكس. يعني اعطاك فور اكزامبل واي ماشي تساوي طلعوا فور اكزامبل واي تساوي 1 2 3 ماشي هاي قيم واي هاي قيم واي وقيم اكس اعطاك اكس شو تساوي مثلا 4 تمام مثلا 8 مثلا 10 شو بتعمل؟ بتقول بعمل بلوت بين ايش؟ واي تربيع واي تربيع صح؟ يلا شو واي تربيع؟ واحد عفوا واحد شو كمان يلا يلا شو هاي؟ 4 شو هاي؟ 9 صح؟ بعدين تاخذ ايش؟ واحد تقسيم ايش؟ اكس واحد تقسيم و 4.5 تمام؟ واحد تقسيم 8 شو تساوي؟ يلا 0.125 تمام؟ واحد تقسيم 10 شو تساوي؟ 0.1 فبترسم 0.25 على الاكس اكسس 0.125.1 مع 1.49 واضح ولا مش واضح؟ يا شباب بنات واضح مو واضح دكتور واضح وصلت؟ تمام طيب نفس الشيء واحد على واي زائد اي في اكس 3 زائد بي بعدها بتعمل بلوت ليش؟ 1 اوفر واي مع اكس زائد 3 صح ولا لا؟ صح. يعني قيم واي تقلبها وقيم اكس بتزيد عليها 3 واضح ولا لا؟ طيب لو قلت لك ارسم لي لينير فيتنج لساين واي تساوي اي في اكس تربيع ناقص 4 هذا بيعرف؟ ساين الواي يساوي مثلا زد واكس تربيع ناقص 4 يساوي تي شو بتصير؟ شو راح يكون الانترسبت شو تساوي هذا؟ زيرو صح؟ زيرو ما في انترسبت اكزاكتلي راح تصير المعادله لو فرضت انه ساين واي تساوي زد تساوي اي اكس تربيع ناقص 4 يسيبها تي ترى زد تساوي اي تي في طريقة ثانية هذا بعرف شو هي يلا زد هي ساين الواي تساوي ايش يلا تساوي اي تي ناقص ايش 4 اي صح بحيث انه تي شو تساوي هذا تي شو تساوي يلا اكس تربيع مزبوط هيا صح هاي اكس تربيع ناقص 4 اي برسم علاقه بين ساين الواي بين اكس تربيع بكل سلوب اي والانترسبت ناقص 4 اي اذا رسمت العلاقه بين ساين الواي وبين اكس تربيع ناقص 4 ما بيكون انترسبت والسلوب يساوي اي واضح ولا مش واضح طيب هيا ناخذ هذا الاكزامبل يلا هاو وود يو اوبتين طبعا انا بعثت لكم سلايدات جديده يعني شلت اللي كان عندكم حطيت على هاي اللي فيها الحل هاو وود يو اوبتين لينير بلوتس فور ذا فولوينج ريليشنز واي ايكوال 1 على اكس سي 1 اكس ناقص سي 2 شو رايكم هاي اقلب الواحد شو بصير واي 1 شو بصير سي 1 اكس ناقص سي 2 اذا بعمل بلوت بين ايش الواحد على واحد السلوب سي 1 والانترسبت ناقص سي 2 في اي شيء هاي؟ طيب واي ايكوال 1 بلس اكس ملتبلاي باي ام اكس سكوير بلس ام تو ذا باور هاف شو بدي اعمل هسه؟ يلا كيف بدي اعمل لينير انتربوليشن؟ حولها لتربيعيه 1 واي ناقص 1 تقسيم اكس صح؟ مضبوط اولها مضبوط ودي الواحد ها بصير واي ناقص واحد قسم عكس بصير واي ناقص واحد خذ تربيع تروح النص صفي عندك ام اكس تربيع زائد اذا برسم انا واي ناقص واحد تربيع على اكس تربيع مع الاكس تربيع بيعطيني ايش؟ يعني بجيب قيم الواي بقول اذا عندي قيم مثلا هسه انت خلينا نشوف مثلا القيم عندك انت واي عندك واي وعندك ايش؟ اكس هلا عندك قيم واي مثلا بغض واحد اثنين ثلاثة واتبر
اكس اكس شو تساوي هنا؟ اثنين مثلا سبعة مثلا تسعة فور اكزامبل. شو بتعمل؟ بتعمل بلوت بين ايش؟ شو بتعمل؟ هيك بتعمل التالي، تاخذ عمود ثالث هذا شو بتسميه؟ واي ناقص واحد قوة التربيع على اكس تربيع. يعني قديش واي هنا؟ واحد صح؟ واحد ناقص اثنين قديش؟ تربيع تربيع واحد على اربعة ونقطة بون تو فايف. بلوت مع مين؟ مع اكس تربيع مع اربعة مضبوط؟ النقطة الثانية وهكذا. وصلت ولا لا؟ واي اثنين ناقص واحد ناقص واحد تربيع اثنين ناقص واحد واحد تربيع على 49 واحد على 49 تمام؟ مع ايش؟ مع 49 وهكذا. وضحت لنا الصورة؟ تمام؟ طيب اوكي. ها عندك اكزامبل بقول لك اذا كانت عندك تي تمبرشر ان ام فلوريت بالجرام، طلع ام تساوي يلا اي تي قرب نص زائد بي. يلا شو بتعمل؟ لينر بين ايش؟ الماس فلوريت مع تمبرشر تو دوار هاف. شو بكون الانترست عندك؟ بي والسلوب ايه. بتعمل فيت انتربوليشن زي ما اخذناها هسه. عملتكم اياها ولا شو رايك تحلوها في البيت؟ طلعة عملها عشان دكتور انت بتحلوها في الدار مشان الوقت. شو وقت لك؟ ماشي عادي. ها حطيته بس انت عليها. كم التي هنا؟ عشرة. شو بصير عندك انت؟ ام زي ما هي مع جذر العشرة صح ولا لا؟ هيا ناخذها هنا. تمام. هيك قالوا صح ولا لا؟ انا شو ترسم ام شو تساوي؟ يلا ايه تي قوة نص صح ولا لا؟ مضبوط زائد ايش؟ بي مضبوط ولا لا؟ بي. اذا لازم نقول هسه جذر العشرة صح ولا لا؟ انسرت وين انسرت يلا هسه ام شو تساوي؟ هين بعدين في عندك سكوير روت لا اتي صح ولا لا؟ فانا بلش قديش ام هنا؟ 14.76. يلا يلا هسه شو جذر العشرة يساوي؟ حدا معي؟ يلا جذر العشرة شو يساوي؟ تقريبا 3.16. بعدين معناته ولا لا؟ بعدين مع جذر ال 20 عفوا 20.14 مع جذر ال 20 هسا سكوير روت ال 20 يساوي 4.47. بعدين عندنا 27.73 سكوير روت ال 40 سكوير روت اوف 40 يساوي ايش؟ 6.6. وبعدين في عندك 3.47 سكوير روت 80 خلينا بس اغلق سكوير روت 80 يساوي تقريبا 8.95. ترسم علاقه بين ام وهاي الفاليو بيطلع السلوب الانترسبت. خلينا نبلش